خصك تحيد هذه وتزير هذا، تزير الكيلاس مع السيلندر وهذا. السلام عليكم الدراري، تبارك الله عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا في امان الله وحفظه. هنا عندنا البيكان سبرينغ موديل 2023، البيكان سبرينغ الاكس، دراجة بامتياز ما شاء الله. اول حاجة غنتقاسم معكم فيها هو هاد، قلت لك هاد لابيل بدلت ليها لابيل، نتوما ولات سبورتيف 100%. كيفاش درت ليها؟ شحال من واحد غيسولني كي درتي ليها ما كي درتي ليها. هو درت هاد السيبور ديال الحديد فير بلا، جا انكليني وعوج على حساب باش ما يقش الكاريناج عندي هنايا، ودير ليه فير بلا رقيق هنايا شي هانتوما غيبان ليكم. كذلك معوجو من جهه اخرى وشاد فير بلا، وراكم تعرفوا الحديد واخا تصبغو تيتقشر، حاولت غطيتو بسكوتش وجا فحال هكا، جا مسروع جا فحال هكا. هادي الاولى، اول نقطة غادي نتقاسمها معكم هي هادي. ثاني حاجة الاخوان، هو من بعد ما كملت 1000 كيلومتر، 1000 كيلومتر بان عندي الكلامونيت هنا، وانما واخا داكشي كملت 1100 غير وصلت 1050 كيلومتر هو يتحيد بوحدو بلا ما درت حتى حاجه. وصلت 1050 كيلومتر تحيد بوحدو، انما كان خاصني ضروري ندير واحد الحاجه مهمه، هي ندور على الموتور وندير لوتروتيان ديالي. من بعد ما درتش لوتروتيان ديالي، حيت من بعد ما تترود الموتور وتضرب واحد تقريبا 1000 كيلومتر، خصك تدور على الماكينه كذلك وتقلب الى كاين شي فويت، الى كاين شي مشكل. هنا من بعد ما حيدت الكاريناج الدراري ديال الماكينه كامل، راكم تعرفوا راه كاين حلقه خاصه على الكاريناج، كيفاش تحل الكاريناج ديالك راه كاينه. دابا نخلي لكم الليان ديالها. اول حاجه اللي بانت لي هنا من بعد ما حليت الكاريناج، بان لي هاد الفويت ديال الزيت، منين شفتها من تحت الماكينه. هانتوما الدراري شفتها من تحت الماكينه، ضروري خصك دير قدك لوتروتيان ديالك، ما تسناش واحد اخر يخليك الموتور مزيان. تعرفوا هاد الفيس هذا اللي كاين هنا، ها هو هاد الفيس هذا الاخوان، كيتزير بكلامونيت و تيقدر يتحل بالطورنوفيس. خصك تحيد هادي وتزير هذا، تزير الكيلاس مع السيلندر وهذا اللي تيكون هنا كذلك، الدور ديالو تزير السيلندر مع الماكينه. ف للذكر انا قدك ما لقيتوش، ما كاينش، هو اللي خلى ليا، هو اللي خلى ليا الفويت كاينه هنايا في الماكينه. وهاد الفويت هادي اللي تكون هنا تتأدي لهاد العيوب اللي تيوليو دابا حاليا، وما هاد الزيوت اللي تيبانو في الماكينه حاليا، وتيخليو الكومبريسيون تتكون ضعيفه في الموتور، يعني تحس بالموتور ديالك ضعيف. هادي الاولى، هذا هو المشكل الاول، وانا ما شفتوش صراحه، نكون شفت هذا كون كنت نصاوب. وانما فاش وصلت قلت لك ديك 1000 كيلومتر، قلت خاصني ضروري ندور على الماكينه، ضروري ومؤكد ندور بها. لقيت دابا اللي حاليا سمحت لي الوقت وغادي ندور بها، لقيت فيها هاد لامبان هذا اللي صراحه ما عجبنيش. انا تنبغي الماكينه تكون نقيه، حيت هاد الزيوت هادو تيخرجوا من هنا تيحرقوا لك، فاش تخرج السخونيه من هنا، تخرج السخونيه من هنا حتى تحرق لك الجوان ديال السيلندر وتولي عندك الفويت، وهاد الفويت خايبه للماكينه. اكثر يا انسان اللي تيرودي تيبغي يدير توب سبيد ولا تيبغي يجري في الطريق، خصو يكون عنده هاد الشيء يكون كومباتيبل مقاد مزيان.